شاء الله غادي يتأهل منتخب الوطن المغربي وغيمشي لتونس ان شاء الله يشارك في كاس العالم 2018. كنتمنى له التوفيق. كنتمنى ينجح المنتخب ان شاء الله، كنتمنى له النجاح كامل. ولادي كيتفرجوا الكره كيتفرجوا كلشي، كنتمنى له النجاح الكامل. المقابله ديال هذا النهار غادي تكون واحد المقابله اللي صعيبه بطبيعه الحال، خصوصا المنتخب الوطني لاعب خارج ارض الوطن. التوقعات ديال الشارع الطنجاوي والمغرب بصفه عامه يعني توقعات فيها تفاؤل، على جد كنظن الطاقه راه تقدر تسهلو خلاص منها يربح. كنتمنى المنتخب المغربي ان شاء الله التوفيق وتكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ويتوقع المنتخب الايفواري 2-0 ويكون التاهل. هذا تيتفرج في الماتش هذا. كنظنش ان المنتخب ديالنا يربح، خصو واحد المحاولات ودابا هذا الظن يقدر يربح وما يقدرش يربح، وكنتمناو يربح ولكن انا ما كنظنش يربح. بالنسبه لي انا كنظن المنتخب ما يخرجش التعادل ولا مهم ممكن يتربح في الديبار، حيت ماشي اي فرقه وعاد ما يلعبش في بلاده يعني صعيب. المهم كنتمنى لهم التوفيق. بالنسبه لي التوقع ديالي للمنتخب الوطني اليوم غادي يكون ماتش صعيب، وحنا الحمد لله كمغاربه غادي نشجعوهم غادي نكونوا واقفين معاهم. بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي عندهم مقابله صعيبه اليوم، وكنتمنى انهم يربحوا، مع العلم ان فريق ايفواري راه فريق صعيب ولعب على الرباح. حنا عندنا التعادل وعندنا الرباح، يعني عندنا جوج ديال الامتيازات عليهم هما، والنتيجه تنقول غادي نربحوا بجوج واحد. المقابله غتكون صعيبه ان شاء الله يخسروا ان شاء الله، بصح ميخسروا شي في كاس العالم صافي هادشي اللي كاين. سرعك التوقع ديالي المنتخب الوطني غيربح 1-0 ان شاء الله، وديما مغرب وغيماركي حكيم زياش ان شاء الله. المنتخب ديالنا اليوم غالب، وحنا عندنا الامل في الدراري ديالنا ان شاء الله وغيجيبوا العز تماياك ان شاء الله، والتاهل ندوسيا باش طلعوا كاملين بين ندوسيا طنجاوي كاملين يطلعوا ندوسيا ان شاء الله غالب شي 4-0 اليوم. كنتمناو المنتخب الوطني يربح في هاد اليوم. كنتمنى اليوم الفوز باش يتاهلوا لينا ان شاء الله، والنجاح الكامل، وكنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. المهم يدير ماتش، المهم يدير داكشي اللي عليه. حنا كمغاربه كاملين كنشجعوهم واقفين معاهم، والمغاربه من طنجه شنو نقول الحمد لله كنا مع المنتخب الوطني اليوم وديما مغرب.